المهم أن الله تبارك وتعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة أي وقد أحدثتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صلاة من غلول. ويقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء إذن شرط لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة بغير وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له. فإذا الوضوء شرط لصحة الصلاة، وقد جعل الله له بديلا، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فجعل التيمم بدلا أو مبيحا للصلاة على خلاف في هذه المسألة. لكن الشاهد من هذا نحن الآن مع الوضوء،